السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، أي صورة مش واضحة هو بيبدأ إن هو يعالجها وبتبدأ تظهر معايا بالشكل دوت. يعني الصورة هي مش واضحة خالص وبدأ إنها تبقى واضحة وتقدر إن أنت تشتغل عليها. طيب نبدأ نرفع صورة من عندنا، عملت ديليت تمام، وهقول له أنا عايز أحمل صورة، أو ممكن تشغل الويب كام تصور الصورة. طيب أنا عندي فعلا صور مش واضحة، ممكن تلاقي مواقع كتيرة على النت بتدعي انها بتعمل كده، لكن ما بتبقاش بالجودة، بيبقى هو حاطط لك صورة او صورتين، لكن لما تيجي تجرب انت بنفسك ما بتلاقيش الجودة اللازمة. لكن ده تبع جوجل، فان شاء الله يطلع قوي. هتلاقي عندك هنا لو انت عايز تاخد الكود نفسه، يعني لو انت عايز الخدمة دي تقدمها في الموقع بتاعك، فهو هنا اوبن سورس، فتقدر تاخد الكود وتبدأ انها تشغلها عندك على الموقع بتاعك او على البرنامج بتاعك. هو حتى متيح ليك ان انت تشتغل معاه بطريقة الاي بي اي، ودي الاسعار والمعلومات. هو على فكرة مطلبش مني حتى الان ان انا اعمل تسجيل دخول، لان هو جوجل مش بتفكر في كده تمام، هي بتدرب الموديل بتاعها من خلالك. يعني هي بتستفاد انها بتدرب الموديل بتاعها من خلال كمية الصور اللي الناس بترفعها. خلال دي بدأ يحسن الصورة، لكن التحسين مش كتير الصراحة. ممكن نجربها في صورة قديمة جدا يعني تمام. ده دي الفكرة بتاعت المقاوحات، شوية صور كتيرة